بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مدارس الرش في إطار حصة من الحساب الذهني ليوم السبت 8 جانفي 2018، الآن مع مجموعة من العمليات الحسابية نديرهم إن شاء الله ذهنيا. إذا غادي نعطيكم نخدموا بخمسة العمليات باراك، خمسة العمليات غديرهم ذهنيا، حافظوا على الصعوبة في يديكم. يلا نبداو. 3 + 1 + 5 - 4. الجواب حسن. العملية الثانية 6 + 1 + 5 - 4 + 5 - 3. الجواب 6. حسن. العملية الثالثة شوفوا عندي هنا 7 + 2 - 5 + 4 - 5 - 1. الجواب 8. حسن. العملية الرابعة 1 + 5 + 2 - 5 - 1. الجواب 4. حسن. العملية الخامسة 9 + 1 - 5 - 2 + 5. الجواب 6. حسن جدا.